السلام عليكم، شبح كامل تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا نحن نحضر لكم اليوم خبز الدار، خبز الكوشة. يعني هذا الخبز راح يجيكم بزاف خفيف وبزاف بنين. روحوا قبل المقادير، عندي لهنا يا زوج كيسان حليب يكون شوية دافي تما ما يكونش بارد، قرصة تاع الملح، باكي خمارة كيميائية تاع الكاطو الوزن 10 غرام. هنا عندي مغرفة كبيرة تاع سكر عادي، مغرفة كبيرة خمارة خبز. هنا يا عندي جلجلان مع سانوج، 4 مغارف كبار تاع الزيت. وهنا عندي 2 حبات بيض، هذا يا البيض راني حندير حبة كاملة في العجينة ونضيف لها بياض بيضة، وهذاك الصفار ندهن به الخبز يتسمى مع التالي نحطه في الصينية ندهن به الوجه، في الأخير نجمعها بالفارينة. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نحط الحليب في الوعاء، هكذا نفرغ الحليب. زيت كأس الثاني، يعني هذا الكأس يفد 240 ملل. نضيف حبة كاملة كما قلت لكم، حبة بيض كاملة مع بياض بيض هكذا. نضيف خميرة الخبز، نزيد مغرفة كبيرة تاع السكر العادي، نزيد نضيف خميرة الحلويات قلت لكم الوزن 10 غرام، نضيف حوالي مغرفة صغيرة تاع الملح، شوفوا ما شاء الله كيفاش راهي تتفاعل. نخلطها بالفول مليح، بسم الله. الان نضيف لها 4 مغارف كبار تاع الزيت، ونخلط. الآن نضيف لها الفارينة، نبدأ نضيف لها بالتدريج. نزيد نضيف الفارينة، يعني الفارينة عينكم ميزانكم. نستعمل سباتول. يعني شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه بزاف. يعني هكذا ديروا لها، لازم تفتحوا كامل هذيك الفارينه اللي تكون الداخل، والقوام تاعها يجي بخس كيما تاع السفنج، تكون شويه خفيفه. يعني هذه العمليه لازم ديروا لها هكذايا، زيد لها شويه تاع الفارينه مازال يخصها. كما قلت لكم تجيكم كيما تاع السفنج، تكون خفيفه. هاي ليك، يعني لازم تطلبوها هكذا بهذه الطريقه باش تنشفوا فيها هذايا الخبز. هذيك الفرينه كامل نحلوها للداخل، يعني نخبطوها هكذا كيما السفنج. هاي ليك، يعني شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي هكذايا. الان نغطيها ونخليها تخمر حوالي نص ساعه، من بعد نعاود ندلكها هكذايا بهذه السباتول
حوالي 3 دقائق ونفرخها في الصينية. كما قلت لكم نغطيها ونخليها تخمر نص ساعة. هذيك بعد ما تفعلت العجينة، الآن نعاود نضربها هكذا حوالي 3 دقائق باش نخرج لها كامل هذاك الهواء. شوفوا ما شاء الله، وزيد تجينا ناعمة السطح تاعها هكذا. يضربوها هايليك. بعد ما ضربتها حوالي 3 دقائق خرجت لها كامل هذاك الهواء. الان نجيب المول تاعي، قلت له هنايا دهنته بالزيت هذا يا 40/25. هاوليك نفرغ العجينه. بسم الله. فرغها كامل. هاي ليك نمشيها كامل هكذايا، مي وشنو العجينه راح تلصق لكم في سباتول. تكون متساويه. هنا نجيب شويه تاع الماء باش تساعدني كي نمشيها هكذايا. مشوها كامل باش تكون متساوية، ماشي تجي جهة طالعة وجهة هابطة. هايليك بعد ما سويتها كامل كما قلت لكم لازم تكون كامل كيف كيف، يعني الماء هو اللي رايح يساعدكم. الان ندهنها بصفار تاع البيض، على خاطر لو كان تخلوها تخمر للمره الثانيه وديروا لها الصفار وتضيفوا لها سانوج مع الججلان او رايح يهبط لكم. من الاحسن قبل ما تخمر نديروا لها الصفار. هايليك بعد ما دهنت كامل الصفار، الان ندردر عليه الججلان والسانوج هكذايا ونخليه يخمر للمره الثانيه وندخله للكوشه على حراره 200 درجه. واذا كانت عندكم الكوشه تاعكم تسخن مليح ديروها على 180 درجه باش ما ينحرق لكمش الخبز. هاوليك بعد ما طاب الخبز ما شاء الله جات ريحته بزاف تشهي وجا بزاف خفيف. شوفوا كيفاش جا، يعني وراح يجيكم خفيف بزاف. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ونتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. في الاخر نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.